السيدات والسادة، استاد أنفيلد يرحب بكم ويتمنى لكم لحظات لا تنسى في يوم تتويج ليفربول بطلاً لإنجلترا لأول مرة منذ 30 عاماً. يمكن محدش يعرفني إلا اللي زار استاد أنفيلد قبل كده. أنا جورج سيفتون، المعلق الداخلي لمباريات ليفربول، واللي النهاردة بيعيش أحلى نهاية لقصة عظيمة. 14 أغسطس 1971 كان أول ماتش ليا، فاكر اليوم ده كأنه لسه امبارح. ليفربول ضد نوتنغهام فورست، والعيون كلها على لاعب بيبدأ رحلته اسمه كيفن كيجن. 20 دقيقة وسجل كيجن جول ضمن أكتر من 100 جول كنت شاهد عليهم وبعلق عليهم بصوتي. مع كيجن عشت أيام عظيمة في ليفربول، كيجن ومعاه كين كيني وبارنز، كسبنا بطولات كتير و... انتوا مش محتاجين حد يفكركم بتاريخ كلكم عارفينه. يمكن اللي كان غريب بالنسبة ليا في الـ30 سنة اللي ما خدناش فيهم البطولة اني ما اقدرش اقول ان القصة كانت سيئة. نجوم، شفنا جيرارد واوين وماكمانمان مدربين، جيرارد اولي كان بروفيسور ورافا بينيتس كان استاذ، والصفقات الدفع فيها فلوس ما فيش اكتر منها. 30 سنة اتولد فيهم قائد ليفربول جوردن هندرسون، كسب خلالهم الدوري 7 فرق مختلفة، منهم فريق عمل معجزة اسمه ليستر، ومعجزة دي وصف دقيق لأي مشجع لليفربول، لأنه شاف بيتر شمايكل بيكسب الدوري سنة 93، وبعدها ابنه كاسبر بيكبر ويكرر إنجاز أبوه، كل ده وأنفيلد مش عارف يحتفل باللقب. وأخيراً القصة هتنتهي نهاية جميلة. شكراً لكل واحد كتب فقرة في الحكاية، لجيرارد والجيل بتاعه اللي حافظ على ليفربول نادي بطولات، شكراً لصلاح وماني وفيرجيل فان دايك، والأهم إن شكراً للراجل اللي خلى كل عنصر من العناصر دي تتجمع في وقت واحد، شكراً يورجن كلوب. كلوب اللي استغل وجود مالك غني في النادي وجاب صفقات تحقق الفلسفة بتاعته، وشكراً لجمهور صبر 30 سنة والحلم جواهم ما انطفاش لحد ما جت اللحظة. لحظة مش هتكون النهاية، هتكون بداية جديدة لحكاية ليفربول مع الألقاب. دعونا نوجه التحية لأبطال إنجلترا، أليسون بيكر، والماكينة جورجينو فينالدو وفابينيو، والحائط فيرجيل فان دايك، ترينت ألكسندر أرنولد، والكابتن جوردن هندرسون، جوي جوميز، أندرو روبرتسون، وروبرتو فيرمينو، وأسد ليفربول ساديو ماني، والملك رقم 11 محمد صلاح.